عمر يمكن ما يعرفش الموضوع ده، بس انا يعني اول ما عمر ده السيناريو انا كنت قاعد بفكر ازاي هعتذر بالشكل اللي هو صح. انا ما قلتلكش الموضوع ده قبل ما جاي النهارده تقول لي كده قبل اخر السيناريو. قلت اكيد عمر كده حاجه لذيذه وكده، بس يعني عمر مكلف بقى وتعلانات وهيطلع عينه وكده، فيعني هعتذر له بالشكل ده اشوف ازاي اعتذر له كده. بس الصراحه ما عرفتش اعمل كده لما قريت الفيلم وحبيته جدا، وحبيت تناوله ازاي ممكن تبقى بتتناقش موضوع العالم كله بيتناقش فيه بجديه جدا، وانت بتتناوله بطريقه سينمائيه وبسيطه وسلسه وممتعه، وفي نفس الوقت فيها قدر كبير من الانسانيه وعمق برضه. فده كان حاجه في السيناريو بصراحه لقيتها كان صعب قوي ان انا ما احاولش ان انا امشي معاه في المشوار ده يعني، وخدنا وقت صراحه عشان نبني المشروع يعني نبني المشروع. طبعا اللي سهل عليا الموضوع صراحه حماس فوكس وحماس ايماجينيشن، لما تحمسوا المشروع سهل علينا قرار ان احنا مش لوحدنا. كمان سهل علينا قرار لما لقينا بقى ناس زي استاذ محمد فراج واستاذ نيلي واستاذ بيوني وطه وكل الممثلين دول، لما تحمسوا حسينا ان احنا معانا حاجه جامده يعني، فقلنا لا لازم نحاول ان احنا نعمل الموضوع ده بافضل شكل ممكن ونحافظ على رؤيه عمر يعني، اللي صراحه واضحه جدا في السيناريو. كان المنتج دايما بيحاول ان هو يحمي الرؤيه بتاعت المخرج ويحاول يساعد ان هو يحكي الموضوع بشكل افضل يعني، فده اللي حاولنا نعمله كلنا كمنتجين. وعمر كمان بقى دور انتاجي كبير الصراحه جدا يعني، صراحه شايل الفيلم على اكتافه يعني. فبس دقني شابت مش عارف لو رديت على سؤالك ولا لا.